السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه كوبي دوت اي اي. اي اي طبعا اختصار تخشي الانتيجنت اللي هو الذكاء الاصطناعي. ان انت عايز تعمل مثلا تكتب بوست ويكون بوست ما فيش منه، يعني مش واخده كوبي بيست من ويكيبيديا او من اي مكان، فهو البرنامج ده تختار انت الموضوع وهو يبدأ يساعدك في حاجة زي كده. عايز تعمل حاجة مثلا في الانستجرام، عندك صورة فتديله بس كلمتين ثلاثة وهو يبدأ يكتب وصف ليها وهكذا. عايز المدونة بتاعتك يبقى فيه ترافيك، فطبعا لو هي بتاخد كوب بيست من مكان تاني فهو بيعمل لك هو مقالات، مجرد بس تكتب بعض الكلمات مثلا ان انت عايز تتكلم عن العربيات والعربيات وهكذا، هو يبدأ يصيغ لك ويجيب لك جمل من اليمين والشرق بحيث يبقى فيه مقالة جديدة. الذكاء الصناعي يقدر يألف لك مقالات علمية وتاخد بيها يعني جوائز وحاجات زي كده. طبعا في جزء بشري موجود في الموضوع بس هو بيساعد في حاجه زي كده، لكن الموقع دوت ما يوصلش حاجه زي كده، بس هو مفيد جدا وفي ناس كتير. انا شفت واحد بيدخل على الموقع اللي هي بتعمل توليد للصور، بيخلي الذكاء الصناعي يولد له صوره ويحطها على انستجرام ويخلي الكوبي دوت اي اي هو اللي يعمل له الوصف من الانستجرام. فيعني الذكاء الصناعي هو اللي بيعمل الصوره وهو اللي بيعمل الوصف، فاحنا بقى نقعد في البيت. هو كل اللي عليك بس ايه، ان انت تكتب بعض الكلمات مثلا، تمام، زي مثلا درينك ووتر ان ايجيبت، ايه معناها؟ يعني ما فيش اي معنى خالص، ما فيش حاجه يعني، تمام. بيقول لك التون هل هي حاجه صداقه كذا، تمام. بياخد له دقيقه كده يروح كاتب لك مقاله، تمام، وهكذا. هو بيقول لك ان انت ممكن تكتب لحد 1000 كلمة. قال لي نقول له with our friends، طبعا بيديك ادوات تساعدك شوية. with my friends بيقول لي ممكن تدي شوية ديتيلات عن البرودكت أو السيرفيس اللي أنت بتعملها، مثلا في تخفيض. هو بقى بيقول لك there is nothing better than drinking water in Egypt with my friends right behind the river. Drink water in Egypt with my friend. It's also a good idea to drink water in Egypt with my friends, not only because we are there but also because it's part of our culture. فما شاء الله يعني كتب شوية حاجات ظريفة، تمام، مجرد ان انت قلت له نشرب مية، امال لو قلنا نشرب شاي بس كده حمادة هلال يزعل ولا بتاع، تمام. فهي دي الفكرة، ممكن تختار بقى هل هي حاجات شخصية هل هي كذا، يعني انت في صورة وهتكتب على كلمتين، لا ممكن تكتب عليها جملة كبيرة بحيث تطلع في محركات البحث وفي نفس الوقت انت مش سريعها. فالموضوع سهل وظريف. ممكن مثلا تكون انت عايز تعمل حملة اعلانية فهو بقى ايه يجود من عنده وهكذا. كنت مرة بكتب ايميل كده للشركة بنتعامل معاها في الشغل، فانا كتبت نص سطر كده، فالسكرتيرة لا لازم بقى تحط بقى التحابيش قدام وورا وفي النص وهكذا، خلت فيه مع النقطة الأكاديمية مش عندها بس نقطة اللي هي الصياغة نفسها والصياعة نفسها في الصياغة كانت ظريفة.